فيديو انتشر قلب الدنيا على السوشيال ميديا. الفكرة مش بس ان الناس كانت مستغربة، كمان كان في ناس مصدومة. يعني كان مين يتخيل ان العريس والعروسة يحولوا الفرح لماتش ملاكمة؟ الموضوع كان غريب جدا، يعني الواحد متعود يشوف العريس والعروسة بيرقصوا بيضحكوا او بيقطعوا التورتة، حاجات طبيعية كده زي اللي بنشوفها في الافراح العادية، لكن فجأة نلاقيهم لابسين قفازات ملاكمة وبيضربوا في بعض كأنهم في ماتش حقيقي. ده ايه اللي بيعملوه ده وقصدهم بيه ايه؟ الفيديو كان كله أكشن، العريس والعروسة وسط دايرة من المعازيم اللي كانوا بيسقفوا وبيشجعوا كأنهم في مسابقة أو تحدي مش في فرح. واللي زاد من دهشة الناس إن العروسة هي اللي كسبت الجولة دي، يعني العريس اللي مفروض يبقى الفارس الشجاع ويكسب وهو اللي يدافع عنها قدام العالم كله، خسر قدامها في ماتش ملاكمة قدام كل الناس. اللي حصل ده قسم الناس لاتنين على السوشيال ميديا. في جزء من الناس شايفة ان اللي حصل ده بعيد عن اللي مفروض يبقى بداية حياة زوجية سعيدة، يعني هو في حد هيتجوز عشان يضرب او يضرب؟ الضرب في الجواز مرفوض سواء كان بجد او بهزار، ده اللي قاله بعض الناس. وناس تانية شايفة ان اللي حصل ده مجرد هزار وضحك وتغيير عن الفقرات التقليدية اللي بتتعمل في الافراح، يعني كل فرح دلوقتي لازم يبقى في حاجة مختلفة عشان المعازيم يفضلوا فاكرين الفرح ده طول عمرهم، فليه لأ؟ وليه ما يبقاش في ملاكمة بدل ما نفضل نرقص ونغني زي كل الأفراح؟ الموضوع مش جديد قوي، من 6 سنين كان في عروسة تانية اتشهرت على السوشيال ميديا عشان عملت نفس الفكرة، هي والعريس لبسوا قفازات وضربوا في بعض قدام الناس، والناس وقتها اتكلمت كتير برضو عن الموضوع. في شهر 2 اللي فات ظهرت عروسة تانية بتعمل نفس الحركات، ولكن المرة دي كانت عروسة مختلفة لان هي عملت كده في حفل خطوبتها، كانت لابسة فستان وتاج، ومش بس كده دي كانت لابسة نقاب وكمان قفازات رياضية. وفي النهاية كل واحد ليه رأيه، لكن الأكيد إن الفيديو ده كان ملفت وخلى الناس كلها تتكلم على السوشيال ميديا. ممكن يكون العريس والعروسة كانوا بيهزروا وعايزين يغيروا الجو، وممكن يكون الموضوع غريب ومش مقبول لبعض الناس، لكن مفيش شك إن هم قدروا يحققوا اللي كانوا عايزينه، وهو إن فرحهم يبقى حديث الناس ومحدش ينساه بسهولة.